معنا مشاهدينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي، مرحبا بك سيد محمد. إذن أنباء عن تفتيش أممي مكثف للسفن لوقف تهريب الأسلحة الحوثيين، ما تقييمك لهذه الخطوة؟ مساء الخير أخي العزيز والمشاهدين الكرام. في الحقيقة الإجراء الأخير الذي تم الاتفاق بشأنه مع الأمم المتحدة وما بين التحالف العربي والأمم المتحدة بخصوص زيادة تدابير عملية التفتيش للموانئ لمنع تهريب الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين هي خطوة جيدة، ولكنها تأخرت كثيرا، لكن في نفس الوقت أعتقد أنه لن تكون فعالة بقدر كبير ما لم يكن هناك أيضا تسريع في وتيرة العمليات العسكرية لإنهاء الانقلاب ولشل قدرات الحوثيين الانقلابيين المحلية، وهم في الحقيقة يسابقون الزمن منذ 3 سنوات لتطوير قدراتهم محليا، وربما استفادوا فعلا من خبراء من حزب الله أو إيرانيين في تطوير قدراتهم الصاروخية. أقصد أنه قد لا تكون، لا يمكن أن يعول كثيرا على مسألة تشديد قضية التدابير في عمليات تفتيش للموانئ، ولكن أيضا هناك وسائل أخرى يمكن للميليشيا الحوثية الانقلابية أن تلجأ إليها لمسألة تفادي تضييق الخناق عليها في الحصول على أسلحة. ولكن الخبراء العسكريون أكدوا ضرورة السيطرة على ميناء الحديدة لمنع تهريب الأسلحة للحوثيين بعد زيارة ولي عهد السعودية إلى الولايات المتحدة. إلى أي مدى تعتقد أن هذه الخطوة أصبحت قريبة؟ في الحقيقة اليمنيون لم يعودوا يثقون كثيرا إن كنا فعلا أردنا تشخيص الحالة اليمنية. منذ 3 سنوات والمجتمع الدولي يراوح مكانه دون أن ينجح في دعم وإسناد الحكومة الشرعية لبسط سيطرتها على الأراضي اليمنية وإسقاط مشروع الانقلاب، و هذه الخطوة وإن كانت في الحقيقة قد تكون مفيدة لكنها كما أشرت لا يمكن التعويل عليها كثيرا، لأن ميليشيا الحوثيين لا تزال تعمل بوتيرة عالية لتطوير قدراتها محليا، وبالتالي مهما كانت زيادة عملية التفتيش لميناء الحديدة، ميناء الحديدة أيضا يفترض أن يكون تحت سيطرة القوات، يعني أقصد إدارة مختلفة ليست ميليشيا الحوثيين، لكن ميليشيا الحوثيين رفضت في السابق مبادرة أممية كان تقدم بها المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن بخصوص ميناء الحديدة من أجل تجنيب المحافظة والميناء العمليات العسكرية وتوفير موارد مالية لخزينة الدولة من أجل صرف مرتبات الموظفين التي صادرتها الميليشيا، لكن الميليشيا رفضت، وبالتالي المجتمع اليمني واليمنيون لا يثقون كثيرا في الحقيقة بخطوات المجتمع الدولي الذي يرون أنه متواطئ إلى حد ما مع الميليشيا الحوثية، وبين الفينة والأخرى هناك مبادرات وهناك مواقف تمنح هذه الميليشيا غطاء سياسيا لمزيد من البطش في المجتمع اليمني والذهاب بعيدا بالبلد في يعني براثن المشروع الإيراني المدمر. طيب كيف ترى وضع المدنيين إذن في هذه الأزمة الطويلة داخل اليمن مع إحصائيات خطيرة تتحدث عن مجاعة محتملة وأوبئة تنتشر؟ الوضع الإنساني في اليمن صعب للغاية، يتفاقم باستمرار وهناك مآسي كبيرة. هذه المآسي في الحقيقة هي وليدة الانقلاب الميليشياوي في البلاد. اليمنيون يحتفظون بذاكرتهم التاريخية بجزء من مثل هذه المآسي والأوجاع، الجوع والمرض والأوبئة من تاريخ الحركة الإمامية التي حكمت اليمن لعدة قرون، وكانت هذه الميليشيا الحوثية أو تعتبر هذه الميليشيا الحوثية امتدادا لهذا الحكم الكهنوتي الإمامي في اليمن، ومع اجتياح الميليشيا الحوثية للمدن واليمنية عمدت أولا إلى وضع يدها على مؤسسات الدولة الخدمية وعلى
خزينة الدولة وصادرت المخصصات المالية الخاصة بالخدمات الأساسية، وعمدت أيضا إلى مصادرة المشتقات النفطية وتحويلها إلى السوق السوداء لتمويل حروبها ضد المجتمع، وامتنعت عن صرف مرتبات موظفي الدولة، وبالتالي زادت المعاناة بشكل كبير. ومع استمرار هجماتها ضد السكان في مناطق في تعز والبيضاء، أيضا عملت على تدمير قطاع واسع من البنية الأساسية في القطاع الطبي وفي الخدمات الأساسية أيضا، وحتى أيضا في المدن الجنوبية التي تحررت لا زالت تعاني من نعم، تدمير في البنية التحتية الخاصة بالخدمات الأساسية. إذا هناك وضع مأساوي في الجانب الإنساني متصاعد ومتفاقم، ويستمر مع استمرار ميليشيا الحوثيين في سيطرتها على أجزاء واسعة من أو أجزاء مهمة وحيوية من الجغرافيا اليمنية. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من اسطنبول، الصحفي اليمني محمد الأحمدي.